الناس يوم تشوف هذا الفيلم راح تتوقع ان هذا الفيلم هو فيلم سيرة ذاتية مثل ما انا طلعت من السينما وحاولت ابحث عن طريق الجوجل هل هذه سيرة ذاتية هل هي قصة مغنية او بوب ستار معروفة ومشهورة في امريكا اتضح لي ان هذا الموضوع لا هذا الموضوع قصة فيكشن من وحي خيال المخرج هو اختراحه لكن تحس انها هي واقعية ومنطقية الجميل في هذا الفيلم اولا ان القصة اخذت حياة بوب ستار أو مغنية على مدار 18 سنة من حياتها كيف أصبحت هذه في ظروف جدا سيئة مطربة معروفة ومشهورة في أمريكا وشو هي الأحداث المهمة في حياتها بشكل يوميات فقط وليس بشكل سيرة ذاتي من البداية إلى النهايه كذلك يعني الشيء الجميل في هذا الفيلم انه في مشاهد في هذا الفيلم اللي هي يوميات مثلا في مشهد عندي مثلا من الساعه 7 الصباح الى الساعه 12 الظهر مثلا كمثال هذا الموضوع مثلا او هذا المشهد ياخذ معي فتره يعني في هذا الفيلم مده يمكن نقدر نقول ربع ساعه او 14 دقيقه بالحوارات بتفاصيل هذا المشهد بتفاصيل هذا المكان بتفاصيل الاحداث اللي حصلت في هذا الحدث وايضا الكاميرا التي يعني تصور هذا المشهد تحس انها بشكل ماخوذه واقعيه جدا تعطيك بس اهم شيء الشخصيات الرئيسيه الشخصيات الغير رئيسيه او ثانوية تسمع اصواتهم فهذه الاساليب يعني قد تكون عن بعض المشاهدين ممله لكن هي بصراحه جميله جدا لانها تعطيك افق كبيره وافاق واسعه للتخيل وتستمتع معها صراحه ففيها لذه جديده جدا وايضا ممكن معروفه في السينما الامريكيه ثالثا نقدر نقول ايضا من الاشياء الحلوه في هذا الفيلم السيناريو موزع على اربع فصول، الفصل الاول هو التكوين، الفصل الثاني هو يعني معرفه ما بعد التكوين المعضله مثلا، والفصل الثالث شيء جميل وشيء جديد نقدر نقول عليه يسمونه اعاده تكوين، والفصل الاخير طبعا هي الخاتمه، اربع فصول جميله جدا انكتبت بشكل انا اقدر اقول عليها شكل جديد ومغاير انا اقدر اقول عليه ايضا استثنائي عن كثير من الافلام فهذا الشيء ايضا أعطى جماليه وكذلك النريتر اللي هو صوت الراوي في هذا الفيلم صوت ممثل معروف اللي هو ويليام ديفو صوته جميل جدا تحس انه قاعد يلقي اخبار مثلا او يلقي احداث مهمه فتسمع صوته رنان جدا مثل صوت مورغان فريمان اللي تتذكرون في فيلم شاشوناك ريدمشن. كان هذا الصوت رنان كقصه انسانيه يعني قصه احساس ومشاعر لكن هنا واقعيه من السلبيات في هذا الفيلم انا اقدر اقول قليله جدا هذا الفيلم طبعا اول شيء بيذكرك باصناف معينه من الافلام الافلام اللي تعتمد على موسيقى مزعجه نوعا ما بس هذا الازعاج يعني هو بس تنبيه لك على الشاشه وايضا هو يذكرك مثل فيلم ذا لوبستر تذكرونه نفس النمط هذا بس هو فيلم واقعي جدا السلبية اللي ما عجبتني أنه هو مشابه هذا النمط وهذه الأمور لكن رجعنا مرة ثانية في نهاية الفيلم بالأغاني إيه سمعنا أغنيتين أو ثلاثة أغاني وراء بعض حسنا قاعد نشوف أستارز بورن أجين ولا شفنا أفلام آه الأفلام الموسيقية آه يا ريت لو كان هذا الشيء ما كان موجود لكن في نهايه الفيلم يرجع لي صوت الراوي ويرجعني للمود المعروف لهذا الفيلم المود اللي هو اللي المطلوب عليه كان من البدايه للنهايه يكون بهذه الطريقه آه هذا الشيء البسيط اللي أنا اقدر اتذكره واقدر اقول عليه يمكن سلبيه جدا بسيطه وغير ملموسه ومحسوسه عن عند المشاهد طبعا تمثيلا في هذا الفيلم هي بطله الفيلم ناتلي بورتمان اللي اخذت الاوسكار على فيلم بلاك سوان وايضا رشحت قبل سنتين اعتقد على فيلم جاكي ممثله بارعه جدا ادت دورها بشكل رائع جدا عندها الاسلوب يعني اقدر اقول عليها تعطيك احساس امام الشاشه ان اللي قاعد تادي انسانه هي نفسها بوب ستار بشكل واقعي بغير تكلف بغير اوفر اكتنج طبيعي جدا الصرخة اللي تجي منها نعم هي تجي منها صرخة مرات لكن هذا طبيعي جدا لأن هي في هذا الفيلم تأدي دور بوب ستار المطربة المدمنة وأيضا عندها مشاكل نفسية ومشاكل أيضا عائلية سابقا فكان دورها جيد جدا هذا الدور أعطاك يعني يعني رونق لهذه الشخصية بحيث أن أنا أقدر أتعايش مع هذه الشخصية وأقدر أقول على هذه الشخصية أنها بوب ستار لكن عندها مشاكل نفسية مش بعيد ناتلي تحصل على هذا الفيلم ايضا ترشيح لجائزه افضل ممثل عن هذا الفيلم كذلك الممثله الثانيه اللي عجبتني في هذا الفيلم رافي كاسدي اللي هي المراهقه ادت دور ناتلي تكون صغيره دورها ايضا جميل ودورها ايضا مقنع كمراهقه جدا رائع شفناها في فيلم قبل سنه ذا كيلينج اوف سكيرد دير اللي هو من اخراج يورغس لانثيموس اليوناني نمط هذاك المخرج نفس الشيء في هذا الفيلم احس ان هي شكلها يصلح لهالادوار ويصلح لهذه المناسبات جودلو دوره ايضا جيد ادى ادى ما عليه كممثل يعني يقدر يؤدي هذه الادوار ما شفنا يعني شيء كثير منه لكن دوره كان انا اشوفه جيد ويعني أدى الشيء اللي أنا أشوفه محتاج منه لا أكثر ولا أقل. فيلم استثنائي مغاير راقي من حيث الكتابة وأيضا جميل من حيث كتابة الحوارات وما في تصنع في التمثيل ولا في تصنع كبير من حيث إني أنا أخرج فيلم آه للجمهور على أساس أن أنا أشوف رواية غير آه واقعية أو أشوف رواية شوية فيها آه أحداث آه أكثر عن اللازم لا حدث بسيط جدا حصل لهذه المراهقة وهي صغيرة آه ومشى معها هذا الحدث لين ما كبرت لكن ما يأث ما يأثر على نمط آه الفيلم اللي هو الأسلوب المختلف جدا آه هذه النوعية من الأفلام يمكن قد لا تحبذ عن بعض الجماهير لكن هو محبذ عن شخص يعني شاف السينما وعاش مع السينما فتره طويله فاعتقد راح يعجبه هذا الفيلم اتمنى انك تشوفون هذا الفيلم قبل ما يطلع من السينما وانا اللي تنطفى اعطيه اربعه من خمسه